العربي اليوم من التلفزيون العربي في لندن، أصحابكم فيه أنا رولا حيدر. والبداية مع العناوين. تراجع إسرائيل عن مسيرة الأعلام، المستشار القضائي لحكومة نتنياهو يقرر عدم التدخل في قضية حي الشيخ جراح، والمقاومة تحذر من تغيير الوضع في القدس. شكوك حول برنامج إيران النووي، واشنطن تحذر من امتلاك طهران لسلاح نووي خلال أسابيع، الوكالة الدولية تطالبها باتخاذ خطوات إيجابية. فرصة السلام في اليمن، تواصل المشاورات بين الوفد العماني وجماعة الحوثي، والحكومة اليمنية تدعو لاغتنام الفرصة. كونوا معنا. التحف الشعب بمقاومته، والتحفت المقاومة برداء شعبها الحامي. كانت النتائج التي رأيناها. We'll support our partners in the Middle East by fully funding our commitments. قررت الشرطة الإسرائيلية إلغاء مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس المقبل في القدس المحتلة بعد اجتماع مع منظمي هذه المسيرة. وهاجم رئيس حزب الصهيونية المتدينة بتسلئيل سموتريتش هذا الإلغاء، واعتبره استسلاما مخجلا للإرهاب وتهديدات حماس على حد وصفه. لن تخرج تلك الأعلام في مسيرات الخميس المقبل في البلدة القديمة كما أراد لها المستوطنون. فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية في ختام نقاش عقده مفتش عام الشرطة مع قيادة الشرطة أنه على المنظمين اختيار مسار آخر بديل للمسيرة لا تصل فيه إلى الأحياء العربية، ذاك ربما مسار للتهدئة. وقد كانت مسيرة سابقة قبل نحو شهر سببا في مواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. هناك من لا يعبأ بالقرار، عضو الكنيسة عن الصهيونية الدينية إتمار بن جفير قال إنه إذا لم يسمح بإقامة المسيرة كما هو مخطط لها فإنه سيمارس حصانته البرلمانية وسيقوم بالمسيرة بنفسه. ذاك تحدي صارخ يقابله تهديد من حركة حماس. يذكر عضو المكتب السياسي فيها بأن الوصول إلى القدس يلغي كل الخطوط الحمر. عندما التحف الشعب بمقاومته، والتحفت المقاومة برداء شعبها الحامي، كانت النتائج التي رأيناها. لذلك أيها الإخوة، ما فهم العدو وربما لم يستطع أن يقدر أنه وصل بالشعب ما وصل. وعندما تصل المعركة إلى القدس فلا خطوط حمراء، وقد تجاوز العدو كل شيء. تعي أمريكا ذلك، ومن أجله استدعت قبل أيام وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس. إنها تراقب من بعيد. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طالبوا مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بأن لا يتسببوا في هذه المنطقة وبأن يتجنبوا الأحداث التي قد تضر بمحاولات تحقيق الهدوء. وحذر مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن مسيرة الأعلام قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تعيد الزمن إلى شهر سابق. أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا عن معركة سيف القدس التي خاضتها ضد الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا والوضع القائم بعدها. ذكر البيان أن رد المقاومة خلال المعركة جاء بالقدر المناسب للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. وأكد البيان أن المقاومة مستمرة في مراقبة سلوك سلطات الاحتلال في المدينة، وأنها على استعداد للرد على تجاوزات الاحتلال إذا ما قرر العودة للأوضاع إلى ما قبل 11 مايو الماضي. أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت المحكمة العليا
أنه لن يقدم أي موقف أو توصية ولن يمثل أمام المحكمة بخصوص قضية إخلاء البيوت في حي الشيخ جراح. وذكرت تقارير أعلامية أن مستشاري مندلبليت يعتقدون أن الملف ليس لصالح العائلات الفلسطينية ولا يمكن منع الإخلاء، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية أيضا تعتقد أنه لا يتوجب عليها أيضا التدخل. وكانت المحكمة العليا قد أجلت جلستها للنظر في التماس بخصوص إخلاء العائلات الفلسطينية بناء على طلب من المستشار القضائي قبل حوالي شهر. أعاد الكرة مرة أخرى إلى القضاء الذي لم ينصف أهالي حي الشيخ جراح. المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قرر عدم التدخل في قضية الإخلاء وعدم تقديم التوصية أيضا إلى المحكمة. هذا معنى أن الحكومة الإسرائيلية غير راغبة عمليا أن تصل إلى حل ينهي هذه الأزمة بدون إخلاء العائلات المقدسية الفلسطينية من حي الشيخ جراح. طاقم الدفاع عن العائلات أراد من خلال تدخل المستشار القضائي للحكومة فتح ملف الملكية الذي ترفض المحاكم الإسرائيلية فتحه حتى الآن. أهالي حي الشيخ جراح ما زال موقفهم على ما هو عليه، لا يثقون بالقضاء الإسرائيلي ولا يعولون عليه. احنا لسه في عندنا امل كتير كبير في انه يكون في تدخل عالمي بالضغط على دولة إسرائيل في انها تكف يدها عن حي الشيخ جراح. المحكمة العليا الإسرائيلية ستحدد خلال الأيام المقبلة جلسة لمتابعة قضية إخراج 4 عائلات من منازلها في الحي، لكن أي قرار ستتخذه المحكمة سيؤثر فعليا على 28 عائلة تسكن الحي، أي أن خطر التهجير الفعلي يمس 500 فلسطيني بقرارات قضائية سابقة. رغم قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعدم التدخل، إلا أن أهالي حي الشيخ جراح يقولون إن قضيتهم سياسية وليست قضائية، وأن الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها هي المسؤولة فعليا عن قرارات الإخلاء. أحمد جردات، العربي، القدس المحتلة. أعلن رئيس الكنيسة الإسرائيلية ريف ليفين أن رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد أبلغه بتمكنه من جمع الأصوات اللازمة التي تمكنه من نيل الثقة لتشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع رئيس قائمة يمين نفتالي بنت. كما أعلن ليفين أن الجلسة ستكون يوم الاثنين المقبل، وأضاف أنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة 36. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. تحديد الاثنين المقبل لتصويت الكنيسة على تشكيلة يائير لبيد وسط وضع يصفه متابعون بأنه متأزم جدا في الداخل الإسرائيلي، ضعنا في صورة هذه التطورات، وأيضا إذا يعني ساعدنا الوقت أيضا الوقوف على تبعات يعني عدم رغبة المستشار القضائي الوقوف أمام المحكمة فيما يتعلق بحي الشيخ جراح. لنبدأ أولا بالتطور الأهم، وهو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا في وقت لاحق هذه الليلة بخصوص مسيرة الأعلام. نتنياهو ينتقد قرار الشرطة إلغاء المسيرة، وزير الأمن الداخلي المسؤول عن جهاز الشرطة ينتقد هذا القرار. يبدو أن قرار إلغاء المسيرة هو قرار غير نهائي، ونتنياهو سيعمل خلال هذه الليلة على إعادة المسيرة. أعضاء كبار في الليكود، أعضاء كنيسة كبار في الليكود ذكروا في حساباتهم على تويتر أن حماس انتصرت على إسرائيل بقرار إلغاء المسيرة. هناك أجواء عامة بأن المسيرة ربما يتقرر أن تعود. هذه المسيرة تتعزز الحاجة إليها في اليمين الإسرائيلي مع الغضب المتزايد من أنصار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من احتمال خروجه من منصبه. كل هذه الأمور المتوقعة يوم الخميس المقبل، يضاف إليها أيضا التهديدات من فصائل المقاومة تعجل من صورة أو تعجز
عجل أو تزيد من وتيرات الأزمة السياسية في إسرائيل. هناك ربط مباشر حتى في الإعلام الإسرائيلي بين هذه القرارات، بين مسيرة الأعلام وبين الأزمة السياسية التي يعاني منها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هناك شعور في إسرائيل، والحديث لمحللين في الصحف الإسرائيليين، أن نتنياهو سيحرق الأرض بتعبيرهم قبل يوم الاثنين المقبل لكي يلعب على الوتر الديني والقومي لأعضاء كنيست في التحالف بنت لبيد الجديد كي يصوتوا ضد الحكومة ويتقربوا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية. أما بخصوص قرار الشيخ المستشار القضائي بخصوص الشيخ جراح، هذا القرار ليس في صالح الأهالي. الأهالي هم من طلب تدخل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لأنهم يدعون أن الوثائق التي يملكها المستوطنون هي وثائق مزورة، والشخص الوحيد القادر على تحديد إن كانت مزورة أو لا هو المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية. وفي حال امتناعه عن التدخل يعني هذا أنه ينحاز بصورة ضمنية إلى المستوطنين. مقربون من المستشار القضائي قالوا لصحيفة هآرتس أن القرار القضائي سيصدر قريبا وهو في صالح المستوطنين وليس بالإمكان منعه، أي أننا سنشهد خلال الأسابيع وربما الأيام المقبلة قرارا رسميا إسرائيليا بإخلاء منازل حي الشيخ جراح بشكل فوري، المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء بشكل فوري. كل هذه الأمور استدعت كما ذكرنا في نشرات سابقة البيان الذي أصدرته فصائل المقاومة الفلسطينية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من القدس، مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل أربع عائلات في منطقة المعرجات غربي مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية. تعود المنازل لعائلة الكعبنة ويقطنها 30 شخصا بينهم أطفال. وقال فارس كعبنة إن دائرة تنظيم الأراضي التابعة لحكومة الاحتلال داهمت المنطقة قبل أيام وصورتها تمهيدا للهدم، ورفضت إعطاء العائلات اخطارات بالهدم حتى لا تتوجه إلى القضاء. وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء العائلات الفلسطينية في مناطق يحظر البناء عليها بحجة تصنيفها مناطق جيم بحسب اتفاقية أوسلو. في قطاع غزة نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة إسناد للأسرى الفلسطينيين من القدس والداخل بعد حملة الاعتقالات التي نفذتها سلطات الاحتلال بحقهم. وشارك عدد من أهالي الأسرى في الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة. وأكدت اللجنة في بيان لها أن الاحتلال فشل في كسر عزيمة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاعتقالات المستمرة تهدف إلى تهجير وترحيل أصحاب الأرض الفلسطينية. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تأكيده الحرص على ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من هجمات حركة حماس الصاروخية في غزة، وقال إن أي دولة لا يمكنها قبول أن تطلق عليها صواريخ عشوائية تستهدف المدنيين. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن تجري مباحثات متواصلة مع المسؤولين الإسرائيليين في مسألة القبة الحديدية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله أنس أبو عرقوب الصحفي المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد أنس. يعني وضع ربما يصفه متابعون بأنه ضاغط بشدة على إسرائيل، لديها ضغط فلسطيني دفعها إلى إلغاء مسيرة الأعلام، لديها ضغط تشكيلة الحكومة وتهديدات اليمين المتطرف والتي وصلت بأن رئيس الشباك يحذر من اغتيالات سياسية. هل نستطيع القول بأن يعني إسرائيل الآن هي بين فكي كماشة، وهو مصطلح يعني غير محبب كثيرا إعلاميا لكثرة تداوله، ولكن يعني هل هي فعلا بين فكي كماشة الآن والوضع ممكن أن ينفجر في أي لحظة؟ الوضع في إسرائيل في أزمة وحالة انقسام غير مسبوقة منذ اغتيال رابين. ما يحدث الآن من انقسام ومن تنابز بالألقاب وهجمات
متبادلة داخل إسرائيل يتفوق على حالة الانقسام التي نجم عنها تنفيذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في المسجد الأقصى من قبل تيار الصهيونية الدينية، ولاحقا اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي. لنضع الأمور في نصابها، بدأت جولة التصعيد الأخيرة بعد أن اقترب المكلف بتشكيل الحكومة يائير لبيد من تشكيل الحكومة، فبادر بنيامين نتنياهو إلى جولة التصعيد وأشعل كل خطوط النار في باب العمود وأيضا في الشيخ جراح، وذلك استمر لعدة أيام، ولكن الضغط الأمريكي تماماً يعني تشبيه أجبره على التراجع. تشبيه الوضع الآن وهو ما يعني ذهب إليه أيضا محللون إسرائيليون بما حدث فترة اغتيال إسحاق رابين، هل هو فعلا بهذا الشكل؟ لأن في تلك الفترة كان اغتياله نتيجة اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، أما الآن فيعني الوضع هو إسرائيلي إسرائيلي داخلي. لا، الأمر متعلق بأمر يعني لا يقل أهمية. نفس الحاخامات، حاخامات تيار الصهيونية الدينية المسياني المتطرف قوميا، أصدروا يعني فتوى تطالب وتحث كل أتباعها، وهم حوالي 1,000,000 ومعظمهم في قيادات الجيش، لفعل كل ما بوسعهم من أجل إحباط تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو. هذا الأمر غير مسبوق. أيضا قادة رئيس جهاز الشباك حذر من التحريض. والأمر الآخر والأمر الغريب والاستثنائي في تاريخ الحكومة في إسرائيل وعلاقة العسكري بالمستوى السياسي، ضابط رفيع حذر وقال لوسائل الإعلام الإسرائيلية: لن نسمح لنتنياهو بتسخين وتوتير أي جبهة من الجبهات. طيب، نتنياهو يرى طيب إذا كان الوضع لهذه الدرجة يعني وهو إضافة إلى ما ذكرته أيضا تم يعني هناك توجيه اتهامات لنفتالي بنت وهو من اليمين المتطرف بأنه خائن، تم الحديث عن تهديدات لأبناء جدعون ساعر، وبيني غانتس كان قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن يكون هناك لها دور في تهدئة الأوضاع؟ وأيضا اليمين المتطرف المناصر لنتنياهو لماذا يتغاضى عن أنه متهم بقضايا فساد؟ نتنياهو استطاع عبر سنوات طويلة بإقناع اليمين القومي المتطرف واليمين الديني المتشدد أنه الوحيد القادر على إبقاء اليمين في سدة الحكم، وأن وصول أي طرف من الأطراف الأخرى يعني بيع أرض إسرائيل الكبرى. هو الآن يتهم نفتالي بينت ويائير لبيد بأنهم باعوا النقب لمنصور عباس. هذه الأجواء كلها يعني نتنياهو نجح بجعل هذا التيار يشعر بأنه المخلص الذي لا بديل له لإسرائيل، وهو في هذه اللحظات مستعد لفعل كل شيء لإشعال النار مجددا، بالإضافة لقراره بإعادة عقد مؤتمر لتقييم وإمكانية منح تصريح لإجراء مسيرة الأعلام الاستفزازية. هناك يعني هي أيام قليلة تفصلنا عن دعوات للمشاركة في المسيرة، يضاف إليها اقتحام المسجد تماما، يعني أيام قليلة تفصلنا عن يوم الاثنين والمقرر فيه أن يكون هناك تصويت للكنيسة، سنرى كيف ستتطور الأوضاع. أشكرك من رام الله أنس أبو عرقوب الصحفي المختص في الشؤون الإسرائيلية. أطلقت مجموعة شبابية فلسطينية أسبوع الاقتصاد الوطني الذي يدعو إلى التسوق من المصالح الفلسطينية المحلية والصغيرة واستهلاك المنتجات الوطنية في خطوة تهدف إلى توطيد التكافل الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني في القدس وداخل الخط الأخضر. إعادة ترتيب للمشهد الاقتصادي الفلسطيني،
تسعى إليها مبادرة أسبوع الاقتصاد الوطني الذي يشارك فيه عزام كغيره من التجار هنا في القدس. فالاحتلال يشدد طوقه على أهالي المدينة المحتلة، والحاجة باتت ملحة لدعم المصالح المحلية. هلأ الناس تعودوا والتزموا انهم يشتروا من هون من الاسواق العربيه، بطلوا من ناحيه نفسيه بطلوا يحبوا يروحوا على المولات الاسرائيليه بالمره، وهذا الاشي يعني انا بعرف ناس بالمولات الاسرائيليه بيحكوا لي انه كثير تاثر شغلنا. هذه المحال الملتزمه باسبوع الاقتصاد الوطني تعاني اليوم من تبعات اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته التي تقتل الحركه التجاريه، فضلا عن دعوات عنصرية متشددة لمقاطعة الأسواق العربية ومداهمات بلدية الاحتلال التعسفية. قامت المؤسسات الإسرائيلية بالمداهمات على المحلات التجارية خاصة البلدة القديمة، وقامت بخلق ذرائع وهمية من أجل مصادرة بضائع ومخالفة محلات ومخالفة التجار لحجج واهية. في ظل الظروف الخانقة هذه يعول كثيرون على نتائج أسبوع الاقتصاد الوطني كونه يمثل فرصة للعمل الفلسطيني المشترك من النهر إلى البحر، فرصة يمكن أن تؤسس لاقتصاد قوي وخط سياسي موحد. تدعيم الاقتصاد الوطني ليس إلا خطوة من حراك شعبي فاعل ومستمر، يقولون هنا إنه يواجه سياسات إسرائيل العنصرية وينمي الوعي بأهمية تعزيز الاقتصاد المحلي الفلسطيني. أمير خطيب التلفزيون العربي القدس المحتلة. التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كما التقى وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وبحث شتية تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية خصوصا حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية وجهود إعادة إعمار غزة وسبل تثبيت وقف إطلاق النار. وأعرب شتية عن شكره وتقديره لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من الدوحة مراسلة التلفزيون العربي سونيا الوافي. سونيا أهلا بك، لو تضعين في صورة عن تفاصيل مخرجات هذه اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني في قطر. نعم رولا، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية كما ذكرت يلتقى رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، وكذلك التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. اللقاء تناول القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها ميدانيا وسياسيا وكذلك ماديا. ميدانيا أطلع محمد شتية أمير دولة قطر على مستجدات الوضع الميداني في قطاع غزة وفي فلسطين ككل، وكذلك تحدث عن أهمية حماية القدس والمؤسسات الدينية بصفة عامة. أيضا تحدث على وقع الحرب الأخيرة الإسرائيلية على قطاع غزة وما سببته من دمار شامل للبنية التحتية وكذلك للمنازل وتشريد عدد كبير من العائلات بعد تهديم آلاف الوحدات السكنية. سياسيا أمير دولة قطر أعرب أو جدد وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعمه للقضية الفلسطينية وكذلك دعم دولة قطر للقضية من أجل إحلال السلام بفلسطين، وكذلك عبر عن أمله في إتمام المصالحة بين مختلف الفصائل المقاومة الفلسطينية وما يشكله من عنصر دعم كبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. ماديا وهو العنصر الأهم في هذه المحطة الثالثة التي يقوم بها شتية بعد جولة خليجية شملت كل من الكويت وسلطنة عمان، تحدث عن إعادة أعمار غزة وهو الملف الأبرز في هذه الجولة. طبعا يأتي شتية إلى الدوحة من أجل تسريع عملية تقديم المساعدات لقطاع غزة من أجل إعادة أعماره. يذكر أن أمير دولة قطر في نهاية شهر مايو الماضي كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعلن عن تقديم مساعدات مادية ومالية لقطاع غزة تقدر بنصف مليار دولار
من أجل إعادة أعمار هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير جراء الحرب الإسرائيلية. هذه المساعدات ستذهب مباشرة للقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء، وكذلك لتوفير منازل لمن فقدوا منازلهم التي دمرت بشكل كلي خلال الحرب الأخيرة. أيضا كان هناك إعلان في شهر فبراير الماضي عن إنشاء مشروع أو مشروع إنشاء خطوط نقل للغاز تصل إلى القطاع غزة. هذه أو هذا المشروع يتم تمويله من أوروبا ومن دولة قطر أيضا. هذه المساعدات تشرف عليها لجنة إعمار أو إعادة إعمار قطاع غزة، وهي اللجنة القطرية التي يمثلها السفير محمد العمادي في قطاع غزة. شكرا لك مراسلة التلفزيون العربي سونيا الوافي، كنت معنا من الدوحة. إلى الملف الإيراني النووي، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي إن الوقت الذي تحتاجه إيران لصنع أسلحة نووية سيتقلص إلى أسابيع إذا ما وصلت إيران خرق اتفاقها للاتفاق النووي. جاءت تصريحات بلينكن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بشأن الميزانية المقترحة من إدارة بايدن. وقال بلينكن خلال الجلسة إن تصرفات إيران في المنطقة ستصبح أسوأ إذا ما حصلت على سلاح نووي. وفي نفس السياق قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى مراحل متقدمة بحيث أصبح أقرب إلى إنتاج أسلحة نووية، وأشار إلى أن الوكالة تعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران. ما يحصل هو جدي جدا، وليس هناك أحكام مسبقة. هناك دولة لديها طموحات نووية ولديها برنامج نووي متقدم وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم وقريب من حيازة الأسلحة النووية. نريد أن تروا هذا الواقع وهذه الحقيقة. وشدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن هناك خطوات إيجابية من إيران، لكنها غير كافية للعودة إلى مسار مقبول بين أطراف الاتفاق النووي. وقال غروسي إن المحادثات شاقة وما يجري دليل على الحاجة لعمل كبير. ما قلته سابقا بشأن التقدم والخطوات الإيجابية لإيران مرتبط بقناعتي أننا نحتاج إلى عمل وتحرك قبل العودة إلى الوضع السابق. أعتقد أن ما يجري يبرهن على صحة كلامي. بالطبع الوضع معقد والمحادثات شاقة بين الجانبين، وذلك يدل على أننا أمام واقع جديد. للمزيد من المتابعة بالتحليل ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا هاينز غارتنر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا. أهلا بك سيد غارتنر. إذن بعد هذه التصريحات الأمريكية من وزير الخارجية الأمريكية وأيضا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران إذا استمرت بنفس الوتيرة فأمامها أسابيع لتستطيع يعني إنتاج سلاح نووي، في هذه الحالة كيف سيكون موقف واشنطن من مسار المفاوضات بعد هذه التطورات؟ The Director General of the IAEA. بالتأكيد بعد تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تزيد من مستويات تخصيب اليورانيوم إلى ما يفوق مستوى 60%، وفي الوقت نفسه فالوكالة أيضا تحث إيران على العودة إلى الالتزام بمبادئ الاتفاق النووي، لأنها الأساس الذي ترتكز إليه المباحثات في فيينا، وهي الأداة من أجل الحد من مستويات التخصيب في إيران إلى مستوى 7%. ولكن في الوقت نفسه هنالك صعوبات تتعلق بالأنشطة الإيرانية وبالمواقع التي يفترض أنها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و كان هنالك اتفاق على آلية المراقبة وقد مددت هذه الآلية إلى 16 من الشهر الجاري، والآن الوقت ينقضي، وبالتالي فإن آلية التحقق ربما تمدد بعد 24 من الشهر الجاري.
في ضوء المباحثات في فيينا؟ وإلى الآن كما ذكر تقريركم على لسان الأمين العام للوكالة دولة الطاقة الذرية، فإن إيران أيضا اتخذت خطوات إيجابية إزاء الاتفاق النووي. طيب في بهذه الحالة يعني كيف سيكون التعامل خلال المفاوضات مع هذه التطورات كما ذكرنا سابقا، خاصة بأن إيران من خلال مسؤوليها صرحت أكثر من مرة بأن المشاكل الأساسية تم حلها مع واشنطن ولكن بقيت تفاصيل صغيرة؟ هذا صحيح، يبقى هنالك تفاصيل محدودة عالقة يتعين التوصل إلى اتفاق بشأنها وبالتالي وصولا إلى رفع العقوبات عن إيران، وتبقى ربما عقوبات مفروضة على أفراد بدلا من أن تستمر العقوبات المفروضة على هيئات وكيانات إيرانية من أجل العودة إلى الوضع كما كان عليه قبل عام 2015 عشية توقيع الاتفاق النووي، وبالتالي عودة فتح السبل أمام التحكم بمستويات مخزون إيران من اليورانيوم بما ينسجم مع مبادئ الاتفاق النووي وأيضا مستويات التخصيب، وبالتالي فهذه النقاط ومشاكل تقنية عالقة بعيدا عن موضوع العقوبات. هذه هي إذن المسائل العالقة في المحادثات في فيينا، وبالتالي ربما نشهد جولة سابعة بعد الجولة السادسة بعد 24 من الشهر الجاري. شكرا لك، كنت معنا من فيينا عبر سكايب هاينز غارتنر أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا. تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 7 مرشحين يعتقد كثير من المراقبين أن بعضهم لن يواصل السباق حتى النهاية، فمن بينهم مرشحون مساعدون كما يسمون في إيران. المرشح الرئاسي علي رضا زكاني لم يستبعد في تصريح للعرب انسحابه من السباق لصالح مرشح آخر، فمن هم المرشحون المساعدون وما هو دورهم؟ التفاصيل في هذا التقرير. مرشحون للرئاسة لكن لا يسعون إليها، لا غرابة في ذلك، هم مرشحون مساعدون لن يواصلوا السباق الانتخابي حتى النهاية. توافقات غير معلنة داخل التيار السياسي الواحد تجعل مرشحا هو الأساس والباقين خلفه داعمين، ظاهرة فرضتها المناظرات بين المرشحين منذ بضع دورات انتخابية. إقبال مردم أجار، إذا كانت استطلاعات الرأي تصب في صالح شخص معين في جبهة الثورة فمنطق الوحدة يستوجب على البقية الانسحاب. اختلف مضمون السباق الانتخابي هذه المرة، غالبية محافظة مقابل مرشح معتدل وحيد آت من الحكومة الحالية وثان إصلاحي لا يحظى رسميا بدعم غالبية الأحزاب الإصلاحية. انتخابات محسومة النتائج برأي البعض، لكن الشكل لم يختلف رغم ذلك. المرشحون المساعدون حاضرون، واقع جعل من المناظرات منازعات بين معارضين للحكومة الحالية ومدافعين عنها، مناظرات لا تعرض البرامج الانتخابية بقدر الغرق في اتهامات متبادلة يتصدى لها المرشحون المساعدون. خلال الدورات الانتخابية السابقة شهدنا سلوكا لافتا من قبل بعض المرشحين، وهذا ما عزز فكرة المرشحين المساعدين في المناظرات تحديدا لتقوية حظوظ تيار معين. انسحابات المرشحين المساعدين تنتظر انتهاء المناظرات الرئيسية غالبا وتبرر باستطلاعات الرأي، أما التعويض فيكون بمناصب في حكومة الفائز أحيانا.
المرشح المساعد، تكتيك بدأ استراتيجية انتخابية وبات ظاهرة مكشوفة لا تروق لكثير من المواطنين الباحثين عن برامج تحل مشكلاتهم. تكتيك نجح سابقا في تسخين الأجواء الانتخابية، والتساؤل اليوم هل سينجح هذه المرة أيضا، لكن دون كشف كثير من المستور كما حصل سابقا. حازم كلاس، العربي، طهران. العربي اليوم مستمر، وفيه بعد الفاصل. عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين بولاية سند جنوب باكستان. أهلا بكم من جديد. نذكر بالعناوين: تراجع إسرائيل عن مسيرة الأعلام، المستشار القضائي لحكومة نتنياهو يقرر عدم التدخل في قضية حي الشيخ جراح، والمقاومة تحذر من تغيير الوضع في القدس. شكوك حول برنامج إيران النووي، واشنطن تحذر من امتلاك طهران لسلاح نووي خلال أسابيع، الوكالة الدولية تطالبها باتخاذ خطوات إيجابية. فرصة السلام في اليمن، تواصل المشاورات بين الوفد العماني وجماعة الحوثي، والحكومة اليمنية تدعو إلى اغتنام الفرصة. دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك جماعة الحوثي إلى التقاط المبادرات المتتالية لإحلال السلام وعدم تفويت الفرصة لما فيه مصلحة الشعب اليمني. جاءت الدعوة عقب مباحثات أجراها في مسقط مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. وقال بن مبارك إنه يجب على الحوثيين التعاطي الإيجابي مع مبادرات السلام المختلفة وعدم تفويت الفرصة وتقديم المصلحة اليمنية على ما سواها من الأجندات الأخرى. وأضاف وزير الخارجية اليمني أن الحكومة قدمت تنازلات كثيرة منذ بدء الحرب التي قال إن جماعة الحوثي شنتها على الشعب اليمني، عدا عن انقلابها على الشرعية الدستورية واحتلال العاصمة صنعاء على حد تعبيره، وما أعقبها من تدمير للمدن وتفاقم المعاناة الإنسانية. على الجانب الآخر، تتواصل المشاورات في العاصمة صنعاء بين الوفد العماني وقيادة جماعة الحوثيين حول الخطة الأممية لوقف الحرب في اليمن. الوفد العماني يواصل إجراء مشاوراته مع حكومة صنعاء لإنهاء الصراع في اليمن الذي دخل عامه السابع. الزيارة تستهدف وقف التصعيد الميداني وتحسين الوضع الإنساني والدفع بعملية السلام إلى الأمام. أنا أعتقد أنه بالنسبة للأيام القادمة هي ستشهد نقلة نوعية بالنسبة للملف الإنساني بالذات، لأنه الملف الإنساني هو كان النقطة المهمة التي كان يجب أن يكون الحوار حتى الذي تتبناه الأمم المتحدة هو يتطرق إليها بشكل أساسي. المباحثات الحوثية مع الوفد العماني تأتي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على جبهة مأرب، يأمل الطرفان أن تحسن نتائجها مواقفهما التفاوضية. استمرار المعارك سببه أنه ليس هناك اتفاق مبدئي على وقف اطلاق النار، فجميع الأطراف تحاول أخذ أكبر قدر من المكاسب العسكرية والميدانية إلى حين الوصول إلى نقطة وقف اطلاق النار. استمرار القتال في اليمن فاقم من حدة الوضع الإنساني للنازحين، وخاصة في محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين. نحن نتحدث عن الحرب التي أدت إلى نزوح أكثر من 4 مليون شخص، من بينهم طفل، يعني أكثر من 3 مليون طفل وامرأة. وكلما تفاقم الصراع كلما زادت عملية النزوح، وكلما انضمت أسر جديدة إلى خط الاحتياج للمساعدة الغذائية والمساعدة الإنسانية. الكل يأمل أن تنتهي الوساطة العمانية إلى إيقاف نزيف الدم المستمر في البلاد.
الجميع هنا يرى أن وصول الوفد العماني إلى صنعاء فرصة قد لا تتكرر، وأنه لا بد من اغتنامها لتحقيق السلام المنشود في البلاد ووضع حد للمعاناة الإنسانية. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بقصف محطة وقود ما أدى إلى مقتل 17 مدني في محافظة مأرب. وقالت جماعة الحوثي إنها قصفت موقعا عسكريا قرب المحطة ولم تقصف المحطة، ودعت إلى التحقيق في الحادثة. مدنيون يقتلون في قصف أدى إلى احتراق محطة وقود بمحافظة مأرب اليمنية. الحوثيون يقرون بالقصف، لكنهم يقولون إنهم استهدفوا موقعا عسكريا مجاورا. القيادي في الجناح السياسي محمد علي الحوثي يطالب بفتح تحقيق، غير أنه في المقابل قال إن الإدارة العسكرية في الجماعة مستعدة لدفع تعويضات في حال ثبت أن ما حدث كان بسبب القصف. وأيا كانت الحقيقة، فإن مأرب معروفة بأنها هدف ثابت للجماعة رغم كثرة الانتقادات. الحكومة وبقية خصوم الحوثيين دوليا وداخليا يقولون إن الهجمات تقتل المدنيين، والهجوم الأخير عمل إرهابي بحد وصف رئيس الوزراء اليمني. مسؤول حقوق الإنسان في الحكومة يحضر أطفالا، قال إنهم فقدوا ذويهم في هجوم محطة الوقود. ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي والمبعوث الدولي إلى أن تكون هذه الجريمة آخر جرائم ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب. التطور الأخير دفع كل من مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا إلى دعوة الحوثيين لإنهاء الهجوم على مأرب. لكن معركة مأرب استمرت رغم الدعوات الدولية بضرورة اتخاذ خطوة باتجاه السلام وسط اتهامات متبادلة بين المتحاربين. هي المعقل الرئيس الأخير للحكومة في مناطق شمالي اليمن. النفط وظروف أخرى تجعل المحافظة مهمة وتجعل المعركة فيها أكثر إثارة للقلق إنسانيا وسياسيا. نبقى في اليمن، حيث شهدت مدينة تعز مظاهرة شعبية احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية وتنديدا بالفساد في مؤسسات الدولة. ردد المتظاهرون شعارات تندد بما قالوا إنه تجاهل من الحكومة بوضع مدينة تعز، كما طالبوا بإقالة مسؤولي السلطة المحلية والمؤسسات الخدمية ومحاسبة من تورط بتهم فساد. إلى ليبيا الآن، حيث أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا لجمع المعلومات عن التفجير الذي استهدف المدخل الشمالي لمدينة سبها وكشف المتورطين. وقال المجلس في بيان إن اللجنة تشكلت برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب. واستنكرت السفارة الأمريكية في ليبيا بدورها الهجوم على مدينة سبها الذي أودى بحياة ضابطين، وقالت إن هناك قوى مصممة على تقويض الاستقرار في ليبيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي عبد الناصر الخالد. إذا المطالبات بالتحقيق في تفجير مدينة سبها، ما هي حيثيات وتفاصيل هذا التفجير، وهل هناك يعني أصابع اتهام موجهة لجهات معينة؟ الحادث هي بحسب السلطات الأمنية في مدينة سبها بأن انتحاري كان يقود سيارة مفخخة وقام بتفجير نفسه في نقطة تفتيش هي تقع في شمال مدينة سبها. ربما الاجتماع الذي انتهى بعد ساعات قليلة وجمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأيضا عضوي المجلس وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة انتهى إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وأيضا بعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب
الشباب، وانتهى بضرورة أولا جمع المعلومات وأيضا ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. هذا يأتي بعد تنامي الغضب الشعبي في مدينة سبا، حيث أصدر تكتل فزان النيابي بيانا دعا فيه إلى ضرورة إقالة القيادات العسكرية والأمنية في سبا والمنطقة الجنوبية، الذين وصفهم بأنهم فشلوا في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، بل ودعا إلى إحالتهم للتحقيق. هذا أيضا يأتي فيما دفعت السلطات التشادية بمزيد من القوات على حدودها الشمالية مع ليبيا. هذا يأتي بعد مرور شهر بعد الاتهامات التي قدمها المجلس الانتقالي التشادي، والذي اتهم في جبهة التغيير والوفاق والتي تتخذ من جنوب ليبيا مقرا لها بأنها تقف وراء أعمال وصفها بالإرهابية، خاصة وأن هذه المنطقة هي فعليا تقع تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبالتالي تكثر وتنشط فيها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وأيضا تلك التي تتهم بأعمال إرهابية. بالمحصلة المنطقة الجنوبية الآن تعيش لحظات صعبة، وهناك تخوف من تكرار هذه العمليات الإرهابية. هناك مطالبة كبيرة بضرورة وقف هذه الأعمال، ضرورة أن تقف الدولة إلى جانب الأجهزة الأمنية. وهذا ربما ما فسره حتى البيان الصادر عن منظمات مجتمعية مدنية، حيث طالبوا بضرورة توفير الاحتياجات اللازمة للأجهزة الأمنية ودعمها، وأيضا ضرورة ربما حتى دعوا إلى إخلاء هذه المنطقة من التشكيلات المسلحة، في إشارة إلى القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسل التلفزيون العربي من طرابلس عبد الناصر خالد. اغتال مسلحون مجهولون ضابطا رفيعا في جهازات المخابرات العراقية شرقي العاصمة بغداد. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الضابط يشغل منصب معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات. وقالت وسائل إعلام عراقية إن العملية تأتي بعد 3 أشهر من اغتيال ضابط في قسم مكافحة التجسس في الجهاز. قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس نور الدين الطبطوبي في تصريح خاص للتلفزيون العربي إن الحكومة تعيش حالة من الشلل، وأضاف أن كل مؤسسات الدولة معطلة بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد. تم حكومة أصلاً، حكومة مشلولة، فهمت؟ قاعدين بالمساحيق قاعدين نمثلوا على بعضنا الناس الكوليك. ثم بلوكاج، أزمة موجودة، لا حكومة قادرة أني باش تنجم تخدم، ولا المحافل الدولية باش تعطيها مكانة، ومش الحكومة بركة والولايات وغير كل مؤسسات الدولة هي في حالة عطالة، ولابد إذا ثم إصلاح جذري وعميق في كل المكونات معناه اللي مطروح. إلى الأردن الآن، وبعد قرار البرلمان الأردني فصل النائب أسامة العجارمة، صدر قرار ملكي بفض الدورة الغير عادية لمجلس الأمة اعتبارا من الخميس المقبل. من جهتها أرسلت الهيئة المستقلة للانتخاب كتابا للبرلمان يسمي فيه المرشح الذي سيخلف العجارمة في المقعد النيابي. بناء بيوت الشعر أضحى في الأردن رسالة سياسية، هي إذن ليست مجرد أقمشة تنصب على عجل في مضارب إحدى القبائل الأردنية. هكذا عبر أنصار أسامة العجارمة عن غضبهم من قرار فصله برلمانيا رغم القبضة الأمنية لإنهاء الأزمة. في ساعة التقاط الأنفاس بدأ الأردنيون يفتشون عن خليفة النائب العجارمة. يتوارى أسامة عن الأنظار قليلا وتذهب الأعين صوب الجهة التي أعلنته نائبا قبل أشهر، هي ذاتها تسمي خليفته في البرلمان. قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بإرسال هذا الكتاب إلى مجلس النواب، يتضمن اسم المحامي الأستاذ رمزي العجارمة، وهو الذي يلي النائب أسامة. مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية الأسبوع، ستكفي المرشح الجديد جلسة واحدة لأداء القسم. ستغلق أبواب البرلمان مؤقتا، وستفتح سجلات كثيرة عن أدائه قبل الاستراحة، عن مذكرات الثقة وعن أحداث كثيرة بدأت بأنفاس قطعت في مدينة السلط، مرت بفلسطين. ولا يجب أن يكون لنا سفير في هذه الأثناء التي تضرب فيه بيوت غزة. وتوقفت عند من كان حتى الأمس يحمل لقب سعادة الزميل. نوعية المذكرات أثارت صخبا كبيرا، وخاصة المذكرة الأخيرة فيما يتعلق بفصل النائب، هذا أثار صخب كبير في الإعلام وتفاعل كبير جدا، له إيجابياته وله سلبياته.
يأمل كثيرون أن تتوقف القصة عند هذا الحد في أزمة بدأت من كلمة واحدة همس بها أحد النواب وانتهت بأصوات عالية في السياسة والأمن وفي صورة البلاد بأكملها. ساعة من الغضب في محيط جامعة الزيتونة بين الأمن الأردني وأنصار النائب السابق. غضب النائب من البرلمان أولا، فغضب البرلمان بأكمله، وغضب المناصرون ضد قرار الفصل، فغضبت أجهزة الدولة. هي حلقة بدأت تحت القبة قبل أن يأخذ المجلس استراحة دستورية. مراد لبطوش، العربي، عمان. أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أن البنك الدولي سيبقى إلى جانب لبنان في المرحلة الراهنة. وأشار بلحاج خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون إلى أن البنك الدولي ملتزم بدفع قرض شبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة. أيضا في لبنان أقرت لجنة المال والموازنة النيابية مسودة قانون الكابيتال كنترول، وهو القانون الذي يحدد ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية مثل تحويل الأموال إلى الخارج. من المنتظر أن يحال القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه ليصبح نافذا. بعد عام ونصف من الأزمة المالية في لبنان بدأ قانون ضبط التحويلات المعروف بالكابيتال كنترول يسلك طريقه صوب الإقرار في مجلس النواب. قانون عادة ما يقر فور وقوع أزمة سيولة. عشرات الجلسات عقدتها لجنة المال والموازنة هذه قبل أن يعلن التوافق على المسودة التي ستحال إلى مجلس النواب للتصويت عليها. يمنع التحويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، وبيحدد استثناءات من ما هو دائم لحسابات دولية إقليمية سفرات إلى آخره، ولكن أن تكون قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين هذا بيستثنيها. ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم. استثناءات إذن لأهالي الطلاب، لكن من يضمن التنفيذ؟ يسأل الأهالي. التجارب السابقة يقولون إنها لم تكن مشجعة إذ رفضت المصارف تنفيذ قانون سابق وتعاملت بانتقائية مع المودعين. تأخير إقرار قانون الكابيتال كنترول كان جريمة العصر. تأخير إقرار هذا القانون سمح على مدة سنة ونصف بتهريب ما تبقى من سيولة النظام المصرفي لمصلحة قلة نافذة. ومن جملة ما يسجل أيضا من قبل خبراء الاقتصاد عدم إدراج هذا القانون ضمن رؤية مالية وخطة شاملة للخروج من الانهيار. بإقرار القانون المتأخر يكون لبنان قد استجاب لأحد شروط البنك الدولي والدول المانحة. قانون يقول خبراء الاقتصاد إنه شرط أساسي لمنح لبنان أي دعم أو مساعدة. محمد شبارو، العربي، بيروت. في باكستان قتل أكثر من 35 شخصا بحادث اصطدام قطارين في إقليم السند جنوبي البلاد. رجحت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا بسبب وجود أشخاص تحت الأنقاض لم تصل إليهم طواقم الإنقاذ بعد. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة على تويتر أن الحادث أصابه بصدمة، وقال إنه أمر بإجراء تحقيق شامل في قضية سلامة السكك الحديدية. ينحرف عن مساره قطار في باكستان ينقلب على مسار يقابله ليصطدم به فيسقط قتلى عشرات الضحايا ويصاب أكثر من 100. يصعب حصر الخسائر تقول الشرطة. العالقون قد يكونون كثر والمحاصرون تحت الأنقاض هم التحدي الأكبر، يصرح قائد في الشرطة. هل تعرف أعدادهم؟ من الصعب قول أي شيء عن ذلك حتى الآن. 6 إلى 8 عربات تحطمت تماما، حيث قطار الدرجة الأولى بالإضافة إلى الدرجة الاقتصادية. كان هناك ما بين 47 إلى 50 شخصا في هذا الجانب وحوالي 50 إلى 60 شخصا في القطار الآخر. تسعى السلطات لإنقاذ من تبقى. لقد أنشأنا مكتبا للمعلومات حيث يمكن للناس الحصول على حالة أقاربهم. يمكنك أن ترى أن عملية الإنقاذ مستمرة، يشارك في هذه العملية جنود من الجيش وحراس فضلا عن موظفي إدارة المنطقة والفرق الصحية
مستنفر إقليم السند جنوبي البلاد حيث وقع في منطقة كاهوتكي، لكن لم يعرف حتى الآن سبب الحادث. كان القطار الأول ميلات إكسبرس قادما من كاراتشي، خرج عن سكته قرب دهاركي شمالي الإقليم ليصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، فيما يحمل الاثنان قرابة 1100 راكب ووسط ذعر الجميع. يشعر بالصدمة رئيس الوزراء عمران خان، يطالب السلطات بتقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا وبفتح تحقيق شامل في مثل هذه الحوادث، لأنها ليست الأولى بل قد تكررت أكثر من مرة حوادث القطارات في باكستان، تلك التي تعود شبكات سكاكها الحديدية إلى حقبة الاستعمار البريطاني. أدى الكولونيل أسيمي غويتا اليمين رئيسا انتقاليا لمالي في احتفال بالعاصمة باماكو بعد أن أطاح برئيس البلاد في أغسطس الماضي بانقلاب عسكري وبرئيس الحكومة الانتقالية بانقلاب آخر في مايو الماضي. في احتفال بالعاصمة المالية باماكو جرت مراسم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، منصب وصل إليه غويتا عبر انقلابين عسكريين في أقل من عام. أطاح أولا برئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي وأتبعه بانقلاب آخر في مايو الماضي أزاح فيه رئيس الحكومة الانتقالية ليصبح الرجلان رهن الاعتقال. أؤكد رسميا عزمي الراسخ على مواجهة التحديات، لكن كل هذا ممكن فقط في ظل التماسك والتضامن اللذين ميزا أمتنا دائما، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية بناء على خريطة الطريق، لا سيما تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في المواعيد المحددة. سفارات غربية أرسلت إلى حفل التنصيب معاونا بدلا من سفير، ما يؤكد تشكيكها بنية العسكر في مالي. أما فرنسا التي علقت عملياتها المشتركة مع الجيش المالي عقب الانقلاب فقد طالبت العسكر بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات في فبراير العام المقبل. شكوك غربية رد عليها الوزير السابق تشوغويل مايغا بوعود بأن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية، لكنه حذر من أي عقوبات أو تهديدات تعقد الوضع في البلاد. مراسم التنصيب في مالي تأتي في وقت تشهد فيه المناطق الساحلية أعمال عنف ينفذها متشددون وسط ارتياب قادة يطالبون بالانفصال في الشمال، أبدى بعضهم استعداده لمشاركة غويتا في المرحلة الانتقالية بعد أن باتت بيده مفاتيح إدارة السياسة والعسكر. فر المئات من منازلهم في بورتو برينس عاصمة هايتي جراء اشتباكات عنيفة بين العصابات، وقال مسؤول الحماية المدنية إن قرابة 600 نازح بينهم نحو 70 طفلا قد تم إمدادهم بالغذاء والماء. هذا وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن سكان الأحياء يتعرضون دائما لعصابات مسلحة ويعانون الفقر وتدهور الرعاية الصحية. علقت أبرز حركات الاحتجاج في كولومبيا محادثاتها مع الحكومة دون التوصل إلى أي اتفاق لمحاولة إخراج البلاد من أزمتها. وأعلن الوفد الذي يمثل حكومة الرئيس المحافظ إيفان دوكي في بيان أن لجنة الإضراب الوطنية قررت في شكل أحادي تعليق المناقشات، بينما اتهمت اللجنة الحكومة بتأخير المفاوضات. واندلعت الاحتجاجات في كولومبيا بسبب مشروع إصلاح ضريبي قدمه دوكي وجرى التخلي عنه سريعا. ومنذ بدء الاحتجاجات قتل أكثر من 60 شخصا وأصيب أكثر من 2000. العربي اليوم مستمر وفيه بعد قليل. الرئيس الروسي يصادق على قرار الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة مع أمريكا. أهلا بكم من جديد، نذكر بالعناوين. تراجع إسرائيل عن مسيرة الأعلام، المستشار القضائي لحكومة نتنياهو يقرر عدم التدخل في قضية حي الشيخ جراح، والمقاومة تحذر من تغيير الوضع في القدس.
شكوك حول برنامج إيران النووية. واشنطن تحذر من امتلاك ظهران لسلاح نووي خلال أسابيع. الوكالة الدولية تطالبها باتخاذ خطوات إيجابية. فرصة السلام في اليمن، تواصل المشاورات بين الوفد العماني وجماعة الحوثي، والحكومة اليمنية تدعو لاغتنام الفرصة. قررت الشرطة الإسرائيلية إلغاء مسيرة الأعلام المقررة الخميس المقبل في القدس المحتلة بعد اجتماع مع منظمي هذه المسيرة. وهاجم رئيس حزب الصهيونية المتدينة بسلئيل ساموتريتش هذا الإلغاء واعتبره استسلاما مخجلا للإرهاب وتهديدات حماس على حد وصفه. وكان اليمين الإسرائيلي قد أعلن إعادة تنظيم مسيرة الأعلام التي ألغيت الشهر الماضي عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى القدس. وعادة ما تحتفل الجماعات اليمينية باليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية إبان النكسة عام 67. أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت المحكمة العليا أنه قرر عدم التدخل والمثول أمامها بخصوص قضية إخلاء البيوت في حي الشيخ جراح. تنتهي غدا المهلة التي منحته إياها المحكمة العليا بخصوص توضيح موقفه من قضية إخلاء المنازل في الحي. وكانت المحكمة العليا قد أجلت جلستها للنظر في التماس بخصوص إجلاء العائلات الفلسطينية بناء على طلب من المستشار القضائي. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال مؤتمر المجتمع المدني الذي نظمته حماس دعما للمقاومة ونصرة للقدس إن المعركة مع الاحتلال حين تصل إلى القدس فليست هناك خطوط حمراء. عندما التحف الشعب بمقاومته والتحفت المقاومة برداء شعبها الحاني كانت النتائج التي رأيناها. لذلك أيها الإخوة، ما فهم العدو وربما لم يستطع أن يقدر أنه وصل بالشعب ما وصل. وعندما تصل المعركة إلى القدس فلا خطوط حمراء، وقد تجاوز العدو كل شيء. نفت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف محطة للوقود في مدينة مأرب وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا. وأعلن القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي أن قوات الجماعة قصفت فقط معسكرا في المدينة يوم السبت الماضي، وقال إن الجماعة ترحب وتطالب بلجان مستقلة للتحقيق بخصوص ما قيل عن قتل مدنيين وأطفال في جميع المحافظات. قال وزير الخارجية الأمريكي إن الوقت الذي تحتاجه إيران لصنع أسلحة نووية سيتقلص إلى أسابيع إذا ما واصلت إيران خرق اتفاقها للاتفاق النووي. جاءت تصريحات بلينكين خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بشأن الميزانية المقترحة من إدارة بايدن. وقال بلينكين خلال الجلسة إن تصرفات إيران في المنطقة ستصبح أسوأ إذا ما حصلت إيران على سلاح نووي. قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى مراحل متقدمة بحيث أصبح أقرب إلى إنتاج أسلحة نووية، وأشار إلى أن الوكالة تعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران. ما يحصل هو جدي جدا، وليس هناك أحكام مسبقة. هناك دولة لديها طموحات نووية ولديها برنامج نووي متقدم وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم وقريب من حيازة الأسلحة النووية. نريد أن تروا هذا الواقع وهذه الحقيقة. دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء إمكانية استخدام حق النقد المتاح لكل دولة من الدول الأعضاء حتى لا تعود أوروبا رهينة من حيث قدرتها على العمل. وقال ماس إنه من غير المقبول السماح بجعل الدول الأوروبية رهينة أولئك الذين يشلون السياسة الخارجية الأوروبية باستخدام حق النقد على حد تعبيره.
ولم يكشف ماسا عن دوافع إطلاق هذه التصريحات أو أسماء الدول المستهدفة، غير أن المجر عرقلت أخيرا بيانا للاتحاد الأوروبي يتعلق بالسياسة الخارجية، حيث رفضت تأييد بيان للاتحاد دعا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي لبيب فهمي. أهلا بك لبيب. هذه الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الألماني ووصف بأن حق النقد يعني يجعل دول الاتحاد رهينة لدول أخرى، ما الخلفية التي يعني على أساسها قدم هذا التصريح وهذا الطلب؟ أن يصدر مثل هذا التصريح عن دولة كبرى مثل ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، معنى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يعيش أزمة حقيقية. في السنوات الأخيرة لم يستطع بروكسل إصدار أي قرار أو بيان مهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بسبب هذا المبدأ الذي يفرض أو الذي يمنح لمجموعة من الدول حق النقد، بحيث أن السياسة الخارجية هي سياسة يجب أن تتخذ فيها القرارات بالإجماع، إجماع جميع الدول الأعضاء. وبالتالي يبدو الاتحاد الأوروبي القوي اقتصاديا قزما سياسيا في المجموعة من الملفات، وبالتالي جاءت هذه الصرخة من برلين أقوى دولة في أوروبا لضرورة ترك هذا المبدأ. لكن كيف يمكن إزاحة هذا المبدأ الرئيسي في الاتحاد الأوروبي؟ يجب إعادة النظر في معاهدات الاتحاد الأوروبي وخاصة معاهدة لشبونة التي تم الاتفاق عليها في العاصمة البرتغالية منذ سنوات. وتغيير أي بند من هذه المعاهدة يجب إجماع جميع الدول الأعضاء، وبالتالي فترون أن الأزمة ستطول، رغم أن كما قلت أن حق النقد يعقد تعامل الاتحاد الأوروبي ويعقد ظهور ولعب الاتحاد الأوروبي لدور على المستوى السياسي. هناك مجموعة من الأمثلة التي لم يستطع الاتحاد الأوروبي القرار فيها، على أقلها الملف الفلسطيني الذي دائما عندما يحاول الاتحاد الأوروبي على الأقل تأكيد مبادئه في حل الدولتين ودعم المطالب الشعب الفلسطيني العادلة، هناك من يعارض، وبالتالي ليس هناك بيان رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤكد المبادئ الأساسية. هذا يحصل بالطبع في مجموعة من الملفات الأخرى الخارجية، حتى الملف الروسي، ولكن أيضا في مجموعة من الملفات الداخلية فيما يتعلق بالضريبة مثلا. إذا هذا مشكل أساسي، مشكل رئيسي، تمت الإشارة إليه من قبل، لكن لم يجرؤ أحد على المطالبة بإزالة هذا البند باستثناء هذه المرة برلين، ويبدو أن الطريق بدأت في لإزالة هذا البند، ولكن يجب أن تقنع كل الدول بضرورة إزالة هذا البند من المعاهدة. شكرا لك من بروكسل مراسل التلفزيون العربي لبيب فهمي. التقى وزير الخارجية التركية مولود شاويش أوغلو في العاصمة الفرنسية باريس بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان في أول زيارة رسمية لمسؤول تركي بعد فترة عاصفة بالخلافات عاشها البلدان، وذلك على خلفية توترات عديدة من بينها النفوذ في شرقي المتوسط. تأتي هذه الزيارة في إطار مساع تركية فرنسية لتطبيع العلاقات بين البلدين. بعد جفاء طويل تعود لغة الدبلوماسية بين أنقرة وباريس لتضع لهجة التوتر جانبا. وزير الخارجية الفرنسي يستقبل نظيره التركي في باريس لبحث الملفات التي تجمع الجانبين، والتي غالبا ما وقف فيها كل طرف منهما على الجهة المعاكسة للآخر. ساعتان ونصف من المحادثات بعيدا عن عدسات الكاميرا، يتوقع أن الوزيرين بحثا ملفات سوريا وليبيا والوضع الشرقي المتوسط والاتحاد الأوروبي وقضايا أخرى متنوعة. جاوش أوغلو أكد في مقال نشر في صحيفة لوبينيون الفرنسية أن صفحة جديدة بين دولتين حليفتين شاب علاقتهما بعض من التوتر قد بدأت. التقارب بين الطرفين جيد للجميع، الكل في حاجة للكل، في السياسة تحكم المصالح والعلاقات بين الدول.
في الملف السوري مثلا أكد الوزير التركي أن المباحثات صادقة ومثمرة مع فرنسا، داعيا باريس شريكة أنقرة في مكافحة الإرهاب على حد وصفه إلى التوقف عن دعم المجاميع الكردية المسلحة والتي تصنفها تركيا بالإرهابية. أما في الملف الليبي فقد صرح جاوش أوغلو بأن بلاده تدعم الاستقرار والوحدة السياسية ووقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وهي بحسبه متطابقة مع وجهة النظر الفرنسية. بالتأكيد هناك مصلحة للطرفين، مصلحة لتركيا التي تعيد تموضعها في الشرق الأوسط وعلاقاتها مع الدول الأوروبية، ومصلحة لفرنسا أيضا التي تريد تخفيف حدة التوتر مع تركيا في هذا التوقيت. العلاقة بالاتحاد الأوروبي هي من أكثر الملفات الشائكة في نظر تركيا، حيث تمنى الوزير التركي في مقابلة لوبينيون أن يعود هذا التقارب مع باريس بالفائدة على أوروبا، فتركيا بحسبه أوروبية، وهذا الاتحاد الكبير لن يصبح قوة عالمية إلا بعضوية بلاده. لكن هذه الرغبة بحسب جاوش أوغلو تواجه اعتراضات من مجموعات قومية متطرفة ومتمردة. يأتي هذا التقارب الفرنسي التركي قبيل أيام من اجتماع حلف الشمال الأطلسي الناتو في بروكسل، حيث سيلتقي زعماء الحلف وجها لوجه، وكذلك قبل مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، حيث قد يبدأ بحسب المختصين قياس مدى تحسن العلاقة بين تركيا وفرنسا وباقي الشركاء الأوروبيين. محمد حجي، العربي، باريس. صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة والتي تهدف إلى الحد من التسلح. تأتي مصادقة بوتين بعدما صوت البرلمان الروسي على الانسحاب من المعاهدة، حيث يصبح القرار ساريا في غضون 6 أشهر. أجواء مفتوحة لكنها لم تعد مشرعة لروسيا، لن تحلق طائراتها هنا ولن تناور بعد الآن. بعد خروجها من معاهدة تعرف بالأجواء المفتوحة الهادفة للحد من التسلح، صادق رئيسها فلاديمير بوتين على الانسحاب بعد أن صوت برلمان البلاد منتصف الشهر الماضي ليصبح القرار ساريا في غضون 6 أشهر. لوحت موسكو بذلك إذن قبل أيام، بينما نفذت واشنطن ذلك قبلها بعام حين أزاح رئيسها السابق دونالد ترامب طائرات بلاده من أجواء تلك المعاهدة. ثم جاء سيد البيت الأبيض الحالي جو بايدن، ومعه أعاد للبلاد اتفاقات دولية عدة كان سلفه قد انسحب منها، إلا أن هذه المعاهدة لم تعد. لا تزال موسكو متهمة بانتهاكها قوانين الاتفاقية، تقوضها ولم تقم بخطوات تعود فيها إلى مسارها الصحيح. قال ذلك ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية. حتى بايدن قد يكون تراجع عن كلامه الذي قاله في مايو الماضي: الشفافية التي تجلبها المعاهدة مهمة للدول التي ليس لديها قدرات خاصة لالتقاط صور من الأقمار الصناعية. أضاف أن حلفاء واشنطن لا يؤيدون انسحابها، وحذر أن ذلك سيؤجج الخلافات بين الغرب وروسيا. ربما لذلك ردت روسيا بالمثل، لكن حكومتها قالت إنها مستعدة للتراجع في حال اقترح الأمريكيون حلا بناء. تتوالى فصول المناورات إذن بين واشنطن وموسكو. مع ذلك سيلتقي الرئيسان في قمة أولى تجمعهما في جنيف منتصف الشهر الجاري. يريد بايدن رغم تهديداته لموسكو أرضية تفاهم حول مسائل ترتبط بالأمن الدولي. ينسحب الاثنان إذن من اتفاقية بلغ عمرها قرابة 18 عاما بين 34 دولة، معظمها تنضوي في لواء حلف الناتو ويسمح لجيوشها بتنفيذ عدد من الرحلات الاستطلاعية فوق بلد عضو آخر بعد وقت قصير من إبلاغه بالأمر. وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى غواتيمالا في أول رحلة لها خارج الولايات المتحدة بعد تأخر رحلتها بسبب عطل فني في الطائرة التي أقلتها. ستركز هاريس في زيارتها إلى كل من غواتيمالا والمكسيك على قضايا الهجرة المتزايدة إلى بلدها ومكافحة الفساد والتعاون الاقتصادي.
تلوح بيد وبالأخرى ملفات عالقة تحملها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى غواتيمالا والمكسيك. يحدوها الأمل وقد أخذت على عاتقها حلها. تريد هاريس فتح محادثات صريحة وصادقة رحب فيها رئيسا البلدين. الهجرة غير الشرعية على رأس تلك الملفات، ملف أرق البيت الأبيض وأقلق قاطنيه بعد أن تفاقم حد الذروة وبلغت الاعتقالات بحق مهاجرين غير شرعيين بينهم قُصّر معدلا قياسيا على طول الحدود الأمريكية المكسيكية. كانت إدارة بايدن قد وضعت خطة ميزانيتها 4 مليارات دولار لتسوية ملف الهجرة غير الشرعية، إذ تمثل سياسة بايدن في هذا الملف قطيعة مع سلفه دونالد ترامب، وضعه على سلم أولوياته وتعهد بسياسة أكثر انفتاحا وتسهلا فيه. هاريس ستترجم هذا الانفتاح على ما يبدو، وربما تطرح مناقشة فكرة إلغاء بند تايتل 43 الذي يسمح بالترحيل الفوري لطالبي اللجوء والمفعل في عهد ترامب. المساعدات الأمريكية قضية أخرى تحملها نائبة الرئيس الأمريكي في جعبتها. تريد واشنطن التبرع بشحنة لقاحات تكبح فيها جماح فيروس كورونا في المنطقة. يقول مراقبون إن هذه المساعدات ستكون أهم نتائج هذه الزيارة. لا تبدو مهمة هاريس سهلة المنال، بل تواجهها جملة من التحديات تتجسد في أصوات معارضة للأمريكيين وزيارتهم، فضلا عن وضع اقتصادي وازدياد للعنف في تلك البلدان سيكون على الأرجح حجر عثرة جديدا أمام هاريس. نفذت النقابة العامة للأطباء في ليبيا ابتداء من اليوم ولمدة 6 أيام إضرابا جزئيا كانت قد دعت إليه بسبب ما وصفته بعدم وجود أي بادرة حسن نية من قبل الحكومة بشأن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع الصحي. وسط وباء كورونا والظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد يأتي الإضراب مع مخاوف من تصاعد وتيرة تفشي الفيروس. مطالب العاملين في القطاع الصحي تتصاعد، يعترضون على عدم تنفيذ قرار زيادة الرواتب والعلاوات. النقابة العامة لأطباء ليبيا قررت تنفيذ إضراب جزئي في جميع المرافق الصحية في البلاد ولمدة 6 أيام إلى حين تنفيذ المطالب. أتوقع أن اليومين هذا بيكون في تواصل رسمي مع السادة في مجلس الوزراء. نتمنى احنا نعلقوا الإضرابنا اليوم، ما نتمنوش أن الموضوع يتطور إلى تصعيد في المدة القادمة. المحتجون هددوا بتصعيد الإضراب إن لم تنظر الحكومة في أوضاعهم. في الحروب، في تسكيرة الطرق، في آخر حاجة توف كانت جائحة كورونا، يعني احنا غطينا وبأقل إمكانيات تشبح فينا احنا اليوم وحدة الدخول، يعني ها قدامك العرض يعني موجود، لا جوانتيات، لا تعقيم، لا الكحول، لا جاونات. العاملون في القطاع الخاص أيضا أعلنوا إضرابا مفتوحا احتجاجا على ما وصفوه بسياسة الحكومة إزاء القطاع الصحي. الحكومة بدورها بعثت برسالة مبطنة إلى المحتجين على لسان وزير الصحة. الوزير تعهد ببذل جهود إضافية لتحقيق مطالبهم التي وصفها بالعادلة والمشروعة. بين زيادة رواتب العاملين وبين توفير المعينات اللازمة للعمل، يدخل القطاع الصحي مرحلة من الإرباك بسبب الخطوات التصعيدية للمحتجين، خطوات قد تتزايد خلال أيام إذا لم تصل نقابة الأطباء والحكومة إلى اتفاق ينهي الأزمة. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس. بدأ المغرب في تعميم نظام الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين بعد انتشار فيروس كورونا وفقدان كثيرين لأعمالهم وتجارتهم. ورصدت الدولة ما مجموعه 5 مليارات و700 مليون دولار لتعميم التغطية الصحية والتقاعد على المواطنين بحلول العام 2025. يلملم ما كسرته الجائحة، يعيد ترتيب تجارته علّه يعوّض خسائر أيام الإغلاق،
على غرار كثيرين قضى سنوات من دون تأمين صحي إلى أن جاءت مبادرة ملكية ترمي إلى تعميم التأمين الصحي والتقاعد على المواطنين. المبادرة ديال الملك أنا نسأل الله إحنا فرحانين بها بزاف، يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي هما كاين أمراض مزمنة، نكونوا نستافدوا في هذه التغطية الصحية يعني بالمفيد إن شاء الله لينا ولولادنا. نعم سيدي عزك الله. مشروع يأتي في ظل تنامي المخاطر الصحية والاقتصادية، يهدف لتأمين مستوى أعلى من الحماية للمواطنين. سيسمح بعد مرور سنتين من استفادة جميع المغاربة بدون استثناء من تأمين صحي إجباري عن المرض. نهاية 2024 جميع الأطفال المغاربة سيستفيدون من التعويضات العائلية، ثم في سنة 2025 سيتم تعميم التقاعد على جميع المغاربة المشتغلين، وسيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. أكثر من 5 مليارات دولار هي الميزانية المرصودة لتنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع أن يحمي 34 مليون مغربي من الشيخوخة أو المرض أو البطالة. بينما يرى أصحاب المهن في المبادرة تحسينا لهم من التقلبات الصحية والاجتماعية، يتوقون إلى عودة الحياة إلى طبيعتها والأسواق إلى زبنائها، علهم يعوضون خسائر لحقت بهم في فترة الجائحة. أنس رضوان العربي، الرباط. حث 100 من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية السابقين مجموعة السبع على تمويل عمليات التطعيم العالمية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقال المسؤولون السابقون في رسالة بعثوها إلى قمة مجموعة السبع والتي تبدأ يوم الجمعة في بريطانيا إن عام 2020 شهد إخفاقا في التعاون الدولي. وجاء في الرسالة أن المطلوب هو أن تكون اللقاحات متاحة بسهولة في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل، ليس باعتبار ذلك عملا خيريا بل لأنه مصلحة استراتيجية عالمية. أكثر من 40 منتخبا أفريقيا يتنافس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للسيدات المزمع تنظيمها في المغرب عام 2022. القرعة وضعت منتخب موريتانيا للسيدات في مواجهة منتخب غينيا بيساو. يكمن التحدي الأكبر بالنسبة للمنتخب الموريتاني في قيود المجتمع التي ترفض حضور المرأة في المشهد الرياضي. تسابق الزمن استعدادا لمباراة الذهاب في غينيا بيساو، أمال على موعد يومي لا تخلفه مع هذا المعسكر التدريبي، يدخل ذلك ضمن التحضير لخوض غمار كأس إفريقيا للفتيات الذي ستشارك في موريتانيا لأول مرة. من عندي 12 سنة وأنا نلعب كرة القدم، والحمد لله راعي عاد عندنا فريق النساء يلعب كرة القدم إكيب ناسيونال، وراعينا مشاركين بكاس إفريقي كوب داف، عندنا كاليفيكاسيون كوب دافريك إن شاء الله نلحقوا فيه بعيد. اتحادية كرة القدم الموريتانية تقول إن تدريب هذا المنتخب يشكل أهم الأولويات في هذه المرحلة. طريق هذا المنتخب النسائي نحو نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات لا يبدو أنها مفروشة بالورود، والأسباب تبدأ بعقلية المجتمع الرافضة لممارسة المرأة للنشاط الرياضي، ولا تنتهي بضعف المتوفر من وسائل التكوين والتأطير. أم كرم تعتبر تشكيل المنتخب النسائي حلما وتحدي. عقلية المجتمع المناوئة لولوج المرأة ميدان الساحرة المستديرة كانت من أهم العقبات، تقول رئيسة قسم الرياضات النسائية في الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. نحن فرحانين بأننا حققنا حلمنا أن يكون لدينا فرقة كرة القدم النسائي الموريتاني، واليوم نجهز أن نشارك في أول مرة في البطولة الإفريقية، والشهر القادم سنواجه الفرقة الغينية بيساو. حقق المنتخب النسائي الموريتاني في 3 سنوات ما عجز عنه منتخب الرجال خلال 3 عقود. الفريق النسائي الذي أنشئ لأول مرة عام 2018 صعد بسرعة نحو المحافل الإفريقية، وساهم انتظام بطولاته المحلية في تحسين أدائه
وإثراء تشكيلته. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط. نفق أكبر ذكر شمبانزي يعيش في حديقة حيوانات أمريكية يوم السبت في حديقة الحيوانات سان فرانسيسكو، وذلك عن عمر ناهز 63 عام. وكان كوبي من حيوانات الشمبانزي التي تمت تربيتها منزليا قبل إحضاره إلى حديقة حيوانات سان فرانسيسكو في الستينات. ورغم إعلان حديقة الحيوانات أن سبب نفوق الشمبانزي لم يتم تحديده، إلا أنه يعتقد أن الشيخوخة كانت من عوامل نفوقه. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أدرج حيوانات الشمبانزي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض. يغوص باحثون متخصصون بمصايد الأسماك حتى قاع المحيط في خليج تايلاند، حيث يطلقون أسماك قرش الخيزران المهددة بالانقراض. وأطلق الباحثون 40 سمكة قرش تتراوح أعمارها بين شهرين وثلاثة في شعاب مرجانية صناعية بنيت لهذا الغرض على عمق 18 متر. يعد خليج تايلاند الموطن الأصلي لهذا النوع من الأسماك، كما يمكن أيضا أن توجد في جنوب شرق آسيا واليابان وشمال أستراليا. وكالعادة ننهي العربي اليوم بفيديو من موقع التواصل أنا العربي. فيديو اليوم عن فضيحة تحرش تطيح برئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.